خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، والدولة المصرية اللي قدرت إنها تنهي تماما أزمة المناطق غير الآمنة، وده بعد توفير مساكن جديدة للأهالي في مناطق مخططة وفيها كل الخدمات والمرافق وكمان جاهزة بالأثاث، وده علشان تكون بداية جديدة وحياة جديدة كلها أمل وسعادة لأهالينا اللي كانوا ساكنين في المناطق غير الآمنة. نجحت الدولة المصرية في القضاء على المناطق غير الآمنة وتوفير السكن الملائم لأهالينا قاطني تلك الأماكن، حيث إنه قبل عام 2014 كان هناك نحو 14 مليون نسمة يقطنون المناطق غير الآمنة على مستوى الدولة، ووصل هذا الرقم في بعض الدراسات إلى 20 مليون نسمة وفقاً لتصنيف وتعريف للمناطق غير المخططة. وأعلنت الدولة أن عام 2021 هو عام إعلان الانتهاء من تطوير المناطق غير الآمنة وإعادة تسكين قاطني تلك المناطق بالوحدات السكنية البديلة، حيث لا يوجد أي مواطن حالياً يقطن في منطقة غير آمنة. أيضاً وضعت الدولة استراتيجيات التطوير والحد من ظهور العشوائيات من خلال مشروع سكن لكل المصريين وبرنامج الإسكان الاجتماعي، ويضم 1.8 مليون وحدة سكنية مدعمة، وكذلك المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري، إضافة إلى منظومة الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة لضبط وحوكمة العمران، وأيضاً المجهودات التي من شأنها جعل توافر الوحدة السكنية السابق للاحتياج تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير وحدات سكنية تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع وتلبي احتياجاتهم.